صلاح سجل هدف عالمي وراح مطلع لسان اليورجن كلوب ولسان حاله اللي يجعل فرعون يستحمل اللي يشوفه من الفراعنة. وخلاصة الكلام أبعده عن أبو مكة. محمد صلاح بيخرس الألسنة والمشككين بهدف في توتنهام واتنين أسيست كمان لزمايله. تألق كبير للفرعون المصري محمد صلاح في أول مباراة بعد خناقته مع كلوب. البداية مع مباراة توتنهام في ديربي الريدز وتوتنهام اللي واخد مساحة كبيرة في الدوري الإنجليزي. محمد صلاح بدأ المباراة وعينه على المشككين في قدرات أبو مكة اللي دايما بيبهرنا. صلاح دخل المباراة بحماس كبير ورشاقة رجعتنا الأيام محمد صلاح الجميلة. وقدر محمد صلاح يتوج مجهوده بهدف جميل بعد كرة عرضية من كودي جابكو من على حدود منطقة الجزاء. قابلها صلاح برأسية من يمين منطقة الست ياردات سكنت منتصف المرمى. وبعدها كرة عرضية من أندرو من يسار منطقة الجزاء. قابلها صلاح بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء. أبعدها الحارس في كاريو فتابعها لاعب وسط الريدز بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات سكنت يمين المرمى. محمد صلاح مسكتش وقرر يواصل تألق وعمل أسيست ثالث في المباراة لزميله علشان يكون مشارك في أغلب الأهداف. صلاح بقاله 7 مواسم من ضمن الخمسة توب في العالم ووصل ل44 هدف في دوري أبطال أوروبا في فترة وجيزة. دايما دوري الأبطال هو اللي بيبقى عليه العين والعالم كله بيتكلم عنه. ده غير قوة المنافسة وحجم الفرق الكبيرة اللي بتكون موجودة واللي صلاح دايما بيثبت نفسه في أي ماتش كبير. تقريبا أكتر لاعب متأثر في ليفربول أو في المنظومة كلها بعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا هو محمد صلاح. هيكون موسم صعب على محمد صلاح وممكن يتأثر نفسيا ويكون في ضغط كبير، لكن صلاح بعقليته ممكن يحول الضغط ده لدوافع جديدة. وكلنا شفنا حصل إيه بعد خناقة كلوب. لو واحد غير محمد صلاح كان زمانه اتقمص وزعل وطلب الرحيل من ليفربول، لكن صلاح عمرك ما تتوقعه. هو لاعب قادر على إبهارك دايما، وهو في مباراة بعد الخناقة سجل وصنع أكتر من 3 أهداف بيحققوا البطولة، سواء الدوري اللي غاب عنهم 30 سنة أو الشامبيونز اللي غاب عنهم 14 سنة. لما يكون واحد من الفريق شايل هم فريق واسم الفريق يبقى الجميع لسه بخير وفي أمل يا أبو مكة. لكن بعض الجماهير كان ليها رأي تاني وقالوا له من وجهة نظري محمد صلاح بيفكر في مسيرته بقى يروح ريال مدريد أو برشلونة، لأن أنت اديت كل ما عندك في ليفربول وعملت موسم خرافي معاهم تستحق الأفضل. بالتوفيق يا فخرنا، إن شاء الله أنت بطل أفريقي، إن شاء الله أنت بطل فريقك الأول في سنواته الأخيرة، ولا يهمك يا أبو مكة، ابتسم عند الهزيمة وتواضع عند النصر اللي جاي أفضل بإذن الله. وأنت لديك من المهارة كتير بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفقك متعوضة بإذن الله. ما تلومش نفسك يا فخرنا، إحنا بنتعلم الكفاح من فخر العرب وإن شاء الله تفرحنا الموسم الجاي. ما تزعلش نفسك يا أخويا، هتفضل فخر لينا وهترجع إنجلترا تحت سيطرتك إن شاء الله. دي كانت بعض التعليقات من الجماهير لفخر العرب بعد تألقه في مباراة اليوم أمام توتنهام.